عليكم يا عشاق دراغون بول. بدت الخيوط تتشبك وبدت الوتيرة ترتفع، وحلقة جميلة من دراغون بول وضحت لنا كيف، أو أجابتني على سؤال خطير، كيف فريزا بيقدر يتعامل الحين مع جوكو وفيجيتا. بكلمة وتصريح خيالي قال فريزا إن أنا بدون تدريب كنت مسوي لهم الهلمة هذه كلها، إن أنا عبقري بطبيعتي، 4 شهور بس من التدريب وصدقوني راح أقضي عليهم. هنا قلت أوكي، حاكم الدمار الدب هذا هنا راح يجي دورنا، راح يدرب فريزا هنا فعلا، راح اشوف سبب منطقي لقوة فريزا. فريزا قال يحتاج 4 شهور، فجأة اشوف فريزا وصل للأرض، هل معناها مرت 4 شهور ولا انه يبي يقيس ويجرب قوته قبل لا يتدرب 4 شهور؟ ما ادري. كيرلن تنشهن والبقية متوجهين جوهن. فريزا اذا انك جاي تبي تجرب قوتك، جوهن الحالة بيعطيك على راسك، بيقضي عليك. ليش جوهان؟ ترانكس روحوا جيبوا ترانكس وقتل، خلوه يربونه، تراهم بالزون يربون هالبزر بحفاظة، ذا حفاظة القذر الحين ما غيرها. لكن إذا أنه فعلا ما أطلب 4 شهور فيزا تدرب، رجعوا والله يرحم والديكم، لا تغترون بشكله وقولوا إن إحنا طقيناه من قبل وشكله البزر، تراه ناوي شر. هنا بقول فيزا السما ناوي شر، لكن شنو راح تكون قوة فيزا قدام جوكو وفيجيتا؟ تدريبات جوكو وفيجيتا، نويز أعجب بتدريبات جوكو وفيجيتا، نويز أعجب أنهم وصلوا إلى مرحلة جديدة، يعني القوة والمرحلة اللي شفناها ضد بيروس ولا شيء، وصلوا الحين إلى مرحلة جديدة. بيروس ترى قام من الطاحة من النوم وما أدري إيش ويتمشى وأنهم أزعجوا، لا 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 لا، بيروس لاحظ التطور، انشد وقام وراح لهم. هذا السبب اللي خلى بيروس يقوم من النوم، مو لأنهم فعلا أزعجوه، عطست بيروس، عطست بيروس هذه اللي دمرت. حرام عليك، خلنا نصور. عطست بيروس هذه اللي دمرت. وهو قاعد يقول فعلا وصلتوا، بس توكم مدى دمي يبي لكم، لسه الحلقة أو لسه الأحداث ما شعللت، لسه خيوط كثيرة ما توضحت. شو اللي بيصير مواجهة فريزا والبقية؟ شو اللي بيصير؟ وكيف بيدري جوكو بيروس ويس فيجيتا بعودة فريزا؟ هل فريزا الحين عدى 4 شهور وجاي بعد ما تدرب، ولا فريزا الحين جاي بس يشوف المستوى الحالي له والمستوى الحالي لهم؟ هذا الشيء بيتبين بعدين. ننتظر الحلقة الجاية عشان نحكم شو اللي صار. نختم بكلمة واحدة، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. قولوها معاي، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. شوفكم.